ما بنتكلمش. طيب الآن أتوبيس النادي الأهلي بيصل إلى الاستاد لملاقات النادي حرس الحدود على الهواء مباشرة أمام حضراتكم في لقطات حصرية لقناة النادي الأهلي، واللاعبين مروان ورامي وكل اللاعبين الحقيقة في طريقهم إلى أرض الملعب، أو أنا آسف إلى غرف خلع الملابس في الاستاد. زي ما حضراتكم شايفين محمد الشناوي دلوقتي خلاص الكل داخل الى الغرف، غرف تغيير الملابس في استاد القاهره، وهو الاستاد الذي سيستضيف هذه المباراه الهامه جدا. ان شاء الله النادي الاهلي بيسعى خلال هذه المباراه الى مواصله انتصاراته ومواصله ادائه العالي خلال الخمس مباريات السابقه. الوقت ده بيبقى وقت صعب جدا الحقيقه بالنسبه للاعبين، تبقى عايز تركز في الملعب، تبقى عايز تعمل كل حاجة أو تخلي كل حاجة في دماغك المدير الفني قالها لك عايز تنفذها، وبالتالي الساعة اللي قبل المباراة أو الساعة ونص اللي قبل